معنا الآن عبر سكايب للتعليق على هذا الخبر المحلل السياسي عبد الله الكبير. مرحبا بك عبد الله الكبير. مشاهدي التناصح. سيد عبد الله، هذا المقال لصحيفة الواشنطن بوست الذي أكد فيه اعتقال جواسيس روس ينتمون إلى شركة فاغنر الروسية، كيف قرأته وكيف ترى أهميته؟ طبعا خبر اعتقال روسيان في طرابلس قديم نسبيا، يعني سمعت به منذ شهور حتى قبل العدوان على طرابلس. طبعا واضح من خلال المعلومات التي رشحت على اعتقالهما أنهما يتبعان شركة فاغنر، وأنهما بصدد جمع معلومات تتعلق بمشاركة فاغنر وتوغلها في ليبيا. أيضا الإشارة إلى أنهما التقيا بسيف القذافي مرتين يؤكد أن روسيا لديها تواصل مع سيف القذافي، وأن روسيا لا تضع بيضها في ليبيا كله في سلة حفتر، وإنما تراهن حتى تراهن أيضا على إعادة النظام السابق في ليبيا عبر القذافي لكي تعيد أمجادها السابقة وعقودها السابقة ونفوذها السابق في ليبيا. نستطيع أن نقول أن هذا التدخل عبر الجاسوسين هو المستوى الثالث من التدخل الروسي في ليبيا. المستوى الأول كان عسكري بدعم حفتر بالخبراء وبالمرتزقة الآن بعد حرب طرابلس، والمستوى الثاني اقتصادي بطباعة العملة الليبية لإتاحة مورد مالي لحفتر يمول به حربه في ليبيا، والآن التدخل الثالث والذي يتعلق أكثر شيء بالجانب السياسي إذا ما جرت انتخابات في ليبيا، وكيف يمكن لروسيا أن تتدخل في هذه الانتخابات. نعم. طيب سيد عبد الله الكبير، ذكرت بأن هذا الخبر، خبر اعتقال الجاسوسين الروسيين، قديم. إذن ما الذي أثاره حتى كتبت عنه صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الآن؟ الواشنطن بوست كتبت عنه الآن لأنه ورد في حديثها أو في لقائها مع فتحي بشاغة وزير الداخلية بحكومة الوفاق أثناء وجوده في واشنطن. لكن خبر الاعتقال للجاسوسين خبر قديم، وأعتقد أنهما قد خضعا للتحقيق، ولست متأكدا من أن حكومة الوفاق استجابت وأطلقت سراحهما وأعادتهما إلى روسيا، أم هما ما يزالان قيد الاعتقال في طرابلس. أما الخبر فأنا متأكد أنني سمعته قبل غزو طرابلس بشهور عدة. طيب، أشرت إلى الضلوع الروسي بشكل أكبر ومتزايد في ليبيا. هل هذا التورط هو تورط للحكومة الروسية بشكل رسمي، أم أنها لجهات أو شركات أمنية روسية أو جهات غير رسمية في روسيا؟ هو تورط روسي، تورط للحكومة الروسية، ولكن بشكل يبدو أن انقطع الاتصال مع السيد عبد الله الكبير المحلل السياسي، نشكره على كل حال.